بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد اللقاء بكم في الفيديو 25 من مادة لغتي اللغة العربية، المدرسة العالمية الباكستانية، بالطائف، طلاب وطالبات الصف 5 الابتدائي، بنين وبنات. نبدأ درسنا لهذا اليوم. افتحوا الكتاب صفحة 95. الكتاب صفحة 95. عندنا اختبار الوحدة الثالثة من طفولة الإمام مالك. تعالوا نقرأ الدرس مع بعض. روى الإمام مالك موقفا حدث له في صغره، وكان نقطة تحول في حياته ليكون الأول في سباق العلم دائما. يقول: كنت أحب اللعب مع الحمام في صغري، أطعمه وأرعاه وأعطيه الكثير من وقتي، وكان أبي حريصا على أن ينشئ أبناءه على العلم والفضيلة. وكان لي أخ أكبر مني، وذات يوم سألنا والدنا سؤالا فأجاب أخي واخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمائم عن طلب العلم؟ كانت عبارة والدي هذه ذات تأثير عظيم في نفسي، إذ انزعجت أن كان الحمام واللعب سببا في تفوق أخي علي، فأسرعت إلى أستاذي ابن هرمز وانقطعت إليه 7 سنوات متتاليات أتلقى العلم عنه بنهم شديد، ولم أخلطه بغيره أبدا خلال تلك السنوات حتى تشبعت بعلمه. ولأن أستاذي كان عالما معروفا يأتيه الناس من كل مكان يأخذون عنه، فقد دبرت حيلة مكنتني من الانفراد بأستاذي دون إزعاج أو مقاطعة من أحد. أتدرون ما تلك الحيلة؟ لاحظت أن هناك أولادا يلعبون بالقرب من منزل أستاذي، فقلت لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا له: الشيخ مشغول في تدريس أحد الطلاب. طيب، تعالوا نكمل الدرس صفحة 96. افتح الكتاب صفحة 96، نكمل القراءة. وهكذا استطاع مالك أن يستأثر بساعات إضافية من أستاذه، وصار متميزا وحيدا عن أستاذه متميزا وحيدا عند أستاذه لذكائه وتفوقه، حتى أن أستاذه ابن هرمز كان جالسا مرة فسمع طرقات على الباب، فسأل جاريته: من بالباب؟ فلم تر إلا مالكا، فرجعت وقالت له: ما ثم إلا ذلك الأشقر. فقال لها: دعيه، فذلك عالم الناس. وكان مالك لشدة حرصه على العلم وحبه للتعلم ورغبته الشديدة في تلقي المزيد منه والتميز فيه، قد اتخذ وسادة محشوة للجلوس على باب أستاذه ابن هرمز يتقي بها برد الحجر هناك، إلى أن يفتح له أستاذه الباب إذا جاء وقت العلم، لأنه كان يأتي في الصباح الباكر ليكون الأول دائما. حرص مالك منذ صباه على حفظ ما يكتب كل يوم، وكان له أسلوب لطيف في مراجعة دروسه، فبعد سماع الدرس من أستاذه يكتبه، ثم يتبع ظلال الأشجار يراجع ما كتب. ولقد رأته أخته يوما وهو يقفز تابعا للظلال، فأسرعت تخبر أباها بما يفعل أخوها مستغربة، فقال لها متبسما: يا بنية، إنه يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصبح مالك عالما كبيرا وهو ما زال في ذروة شبابه، الأمر الذي أهله لاتخاذ مجلس في المسجد النبوي. ولم يكن له أن يجلس هذا المجلس إلا بعد أن شهد له 70 من كبار العلماء، وما برح يرتفع ذكره حتى سماه الناس بعالم المدينة أو إمام دار الهجرة، وصار الناس يأتون إليه من كل بقاع الأرض المسلمة ليأخذوا عنه العلم. رحم الله مالكا، فقد كانت طفولته وبيئته أحد أسباب تميزه. المرجع: الإمام مالك، قصص من طفولته، مكتب
عالم الممتع الكويت. طيب نعطيكم الصفحة رقم 96 واجب في الدفتر، حطوا لي هنا علامة صح، تكتبوا من عند كلمة وهكذا إلين تميزه، حطوا علامة خطأ، يعني تكتبوا من عند كلمة وهكذا من بداية الصفحة إلين كلمة تميزه في الدفتر. إذن اكتبوا واجب في الدفتر، تكتبونه في دفتر العربي بخط حلو. طيب ننتقل وإياكم إلى صفحة 97، افتحوا الكتاب صفحة 97 نقرأ مع بعض. أولا أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب عن الأسئلة الآتية، أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1. ألهتك الحمائم عن طلب العلم، معنى الكلمة التي تحتها خط إيش؟ شغلتك، حطوا تحت شغلتك باء. إذن نقرأ من جديد. 1. ألهتك الحمائم عن طلب العلم، معنى الكلمة التي تحتها خط ألف نازعتك، باء شغلتك، جيم أخرجتك، دال أثقلتك، إذن باء شغلتك. 2. أتلقى العلم بنهم شديد، معنى النهم ألف الصمت، باء الحفظ، جيم القبول، دال الرغبة، إذن دال الرغبة، حطوا عليه خط. 3. حتى تشبعت بعلمه، ضد تشبعت، ألف خلوت، باء امتلأت، جيم تركت، دال أخذت، إيش ألف خلوت. 4. العالم التدريس، العلاقة المشابهة للعلاقة بين المفردتين السابقتين، ألف الشجرة الغصن، باء البحر البر، جيم الطالب الكتاب، دال الطبيب الجراحة، جيم الطالب والكتاب. 5. الكلمة المختلفة من بين الكلمات الآتية هي الحفظ، السيطرة، الكتابة، المراجعة، إيش السيطرة، حطوا على باء سيطرة. السؤال 6. الموقف الذي كان له نقطة تحول في حياة مالك، ألف حبه للعب مع الحمام ورعايته، باء حرص والده على تعليم أبنائه، جيم خطأه في إجابة سؤال أبيه، دال قول والده ألهتك الحمائم عن العلم. إذن جواب سؤال 6 فقرة دال قول والده ألهتك الحمائم عن العلم. 7. الحيلة التي استخدمها مالك كي يفوز بوقت أطول مع أستاذه، ألف اتخاذه وسادة محشوة للجلوس على باب أستاذه، باء ذهابه من الصباح الباكر ليكون الأول دائما، جيم مراجعته المستمرة لدروسه وحفظه لها، دال وصيته للأولاد بالاعتذار بانشغال الشيخ. الجواب دال وصيته للأولاد بالاعتذار بانشغال الشيخ، حطيته خط. ننتقل وإياكم إلى آخر صفحة نأخذ لهذا اليوم، صفحة 98. صفحة 98 السؤال 8. كان غرض مالك من تتبع ظلال الأشجار، ألف الاستراحة بعد عناء العلم، باء الابتعاد عن حرارة الشمس، جيم الجلوس مع أخته وأبيه، دال حفظ دروسه ومراجعتها، دال حفظ دروسه ومراجعتها. السؤال 9. أذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم حث فيه على طلب العلم، اكتب الجواب بخط جميل جدا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، اكتبه بخط حلو. السؤال 10. أعدد أبرز ألقاب الإمام مالك، أكتبوا عالم المدينة فاصلة إمام دار الهجرة. تفكير ناقد، برأيك كيف يمكن أن تكون المواقف نقطة تحول في حياة الإنسان، وهل التحول دائما إيجابي؟ أوضح ذلك بمثال، نكتب: عندما يكون الإنسان مثابرا ومجتهدا ومصرا على تحقيق أهدافه ومراده. المثال: ليس دائما، هناك من الأشخاص من يصرون على التدخين وهو تحول سلبي. ثانيا،
واحد، أقرأ النص الآتي ثم استخرج منه اسمين مقصورين واسمين منقوصين واسمين ممدودين واكتبهما في المكان المخصص. مناجاة وطن: وطن الحبيب الغالي، أنت مصدر فخري، فمكانك السامي في نفسي يمنحني العزة والإباء. ذكرى ملاعب طفولتي في الربا، في الربا الجميلة والقرى الهادئة، تبعث في نفسي السعادة والهناء. عشت في رحابك بالأمس مطمئنا، فكيف لا أبذل جهدي اليوم في رفعة شأنك. نكمل بقية الدرس في الحصة القادمة. إذن هذا ما لدينا لهذا اليوم. الحصة القادمة بمشيئة الله نبدأ من صفحة 99. لا تنسوا واجبات الكتاب، ولا تنسوا واجبات الدفتر، ولا تنسوا كل الأشياء اللي حليناها تحلوه في الكتاب معنا. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.